راح ناخذ لفة كاملة على الواجهة العربية للبلاي ستيشن 5، وأيضا راح نسوي مقارنة بين البلاي ستيشن 5 والبلاي ستيشن 4 برو، نشوف مين فيهم أسرع في تشغيل اللعبة، في تشغيل الجهاز. هذه مقارنات مهمة جدا. اليوم راح تعرفون انطباعنا بشكل مفصل أكثر عن البلاي ستيشن 5. نفك الحظر الإعلامي اليوم، راح تعرفون أشياء أكثر، ولسه على فكرة في حظر إعلامي ثالث، هذاك اللي بنفك منه أكثر من شيء، يعني كل شيء تقريبا. في بعض الأشياء ما بنتكلم عنها اليوم بقول لكم عليها، لكن اليوم فيديو دسم مرة، لازم تتابعون معي لأنكم بتشوفون أشياء رهيبة. نبدأ بالواجهة الخاصة بالبلاي ستيشن 5 باللغة العربية. اليوم بنستعرضها لكم زي ما تشوفون قدامي، لعبة سبايدر مانز مايلز مورالز. نشوف طبعا الجهة اللي فوق يكون فيها الألعاب الأخيرة اللي انت شغلتها، ولو تلاحظون في تقسيم كامل أصلا فوق، واحد للألعاب واحد للوسائط. الوسائط اللي هي مثل الأفلام والأشياء هذه زي نتفليكس، هذه الأشياء ما راح ندخلها اليوم، ممنوع أننا ندخلها، فهذا الشيء ما راح نشوفه. شيء ثاني ممنوع ان ندخل اليوم، الايقونة اللي على اليسار اللي هي ايقونة الستور، الستور مو جاهز بشكل كامل فما راح نشوف، لكن بنشوف اشياء رهيبة اليوم، منها هذه القائمة مثلا اللي هي تحت اسمها قائمة الاكشن السريع، يعني هذه الاشياء عندك مهمة. طبعا هنا ايش طلع لي الحين؟ هنا اخبار رسمية، تقدر تشوف اخبار عن الالعاب اللي انت متابعها واقتراحات من بلاي ستيشن نفسهم. طيب، وايضا هذا مقطع فيديو انا سجلته في لعبة استرو بلاي روم، موجود هنا مقطع فيديو سجلته بالشيرنج، اقدر انقله واشاركه مع اصحابي الى اخره. الان ننتقل لقائمه الكوك اكشن، هذه مهمه جدا، ولو تلاحظون بدايتها الشاشه الرئيسيه، لو ضغطنا عليها بيرجعنا الشاشه الرئيسيه مره ثانيه. نضغط زر بلاي ستيشن في اليد، نفتح قائمه الاكشن السريع اللي تحت. طبعا اخر شيء، الشيء الثاني اللي موجود عندنا المبدل، المبدل هذا راح يبدل لنا بين الالعاب اللي تونا مشغلينها، لو ضغطنا عليه بيقول لنا وش تبغى نشغل لك، فهذا الشيء موجود هنا. عندنا التنبيهات، التنبيهات معروفه، اوكي ايش الاشياء اللي سويناها، ثبتنا لعبه، سوينا كذا، صورنا فيديو الى اخره، بتكون موجوده هنا. ولو نلاحظ في ايقونه فوق ممنوع الازعاج، نقدر نكتم التنبيهات. عندنا هنا الجيم باس، جيم بيس اسف، هنا طبعا اصحابك تشوفهم، الجروبات اللي نداخل معها، المجموعات. الموسيقى هنا اذا كان عندك طبعا شو يسمونه، شو اسمه هو، سبوتيفاي. عمليات التنزيل اللي هي اخر الاشياء اللي انت قاعد تحملها. الصوت تقدر تتحكم بالصوت بشكل مباشر وبشكل سريع من هنا، حتى الصوت اللي في اليد نفسها، في صوت يطلع من اليد لان اليد فيها سبيكر، تقدر تتحكم فيه من هنا، شيء جميل جدا. اوكي، وطبعا جهاز الاخراج من وين تبي ياخذ الصوت من الجهاز، سواء من سلك الاتش دي ام اي او من الاوبتيكال او شيء ثاني. الميكروفون حق اليد تقدر تتحكم فيه من هنا، او تغير الميكروفون من اليد الى اداه ثانيه، سواء عندك ميكروفون خارجي او شيء. الملحقات، عندك وحدة التحكم اللاسلكية يقول لك أي ملحقات أنت مشبكها بتطلع لك هنا عشان تعرفها، طبعا يوريني مستوى البطارية حق اليد بعد. هنا طبعا اليوزر حقي، أوكي، وهنا الطاقة، الطاقة طبعا تقدر تدخل وضع السكون اللي هو سليب مود، إيقاف تشغيل بلاي ستيشن 5 في عدد تشغيل مباشرة من هنا. فهذا زر الهوم حق البلاي ستيشن بيطلع القائمة السفلية هذه إذا ضغطناها ضغطة واحدة، أوكي؟ إذا ضغطنا زر البلاي ستيشن اللي في اليد ضغطة مطولة بيودينا للقائمة الرئيسية، أوكي؟ أول كنا إذا ضغطنا ضغطة طويلة كان يفتح لنا قائمة ثانية نقدر نقفل منها الجهاز ونشوف إعدادات باليد، لكن الحين صارت ضغطة واحدة ونجي هنا. طبعًا تلاحظون لو ضغطنا زر ستارت هنا عندنا تخصيص لمركز التحكم، إيش معناته؟ خلينا نقول إن أنا ما أستخدم الموسيقى، قفلها يا عمي، خلاص شيلها، انتهى الموضوع، أنا ما أستخدم هذا الخيار، أنا والله أتحكم بالإنترنت كثير، أبغى يكون أيقونة عندي تحت، شغل، عرفت؟ شوفوا الحين هنا، راحت الموسيقى وجاني الإنترنت، فالآن أقدر أتحكم فيه من هنا، طبعًا يوريني الشبكة مثلًا عندي هنا، يقول لي أنت متصل بالسلك، ويقول لي التحقق جاري من مستوى الإنترنت طبعًا، متصل، أوكي تمام، كل شيء تمام، فهذه الكويك أكشن موجودة وتقدر توصل لها حتى وأنت بوسط اللعبة، وبوريكم هذا الشيء الحين. بس قبل لا ننتقل لوسط اللعبة أحب أوريكم شيء ثاني الحين، اللي هو فوق هنا عندنا بحث، هذا البحث يقدر يخليك تبحث في كل شيء موجود في الجهاز، زي ما نقرأ فوق، ألعاب، أفلام، برامج، تطبيقات، كل شيء موجود عندك تقدر تسوي له بحث من هنا، وتقدر تقسم بعد من فوق الشيء اللي أنت تبغاه بالضبط. الوصول له سريع طبعا، هنا عندنا الإعدادات العادية المعتادة، وهنا اليوزر حقي طبعا. الإعدادات لو ندخل عليها تشبه كثير الاعدادات الموجوده في البلاي ستيشن 4، نفس التصميم تقريبا، لكن بتلاحظون شيء معي هنا، شوفوا طول القائمه هنا. خلصنا، هذه القائمه كامله، صارت 13 خيار، كانت اول 23 خيار موجوده هنا، فكانت تطول تنزل تحت واجد عشان توصل للي تبيه، الحين قللوها هنا، رتبوها اكثر، بعض الاشياء صارت مجتمعه مع بعض، مثلا لو جيت هنا للجهاز
اوكي بالانجليزي بيكون سيستم، بتلاحظ ان هنا مثلا برمجيات النظام اللغه صارت هنا، اول اللغه كانت في القائمه الخارجيه الموجوده هنا، فاللغه العربيه موجوده. طبعا انا يعني صراحه تمنيت من سوني خصوصا ان هذا جيل جديد وكذا ان اللغه العربيه على الاقل القوائم تكون من اليمين لليسار، ما اتوقع ان عمليه صعبه، اتمنى ان سوني تحاول، هذا واحده من الاشياء اللي تسويها مستقبلا، كلمه الاعدادات اللي فوق تروح يمين، الكلام هذا كله يصير من اليمين لليسار بيكون شيء افضل. وطبعا سوني سباقه باللغه العربيه، فعشان كذا احنا نطمح منها باشياء رهيبه زي كذا اكثر. طبعا عندنا باقي الالعاب اكيد، وعندنا البلاي ستيشن بلس برضو شيء ثاني ما اقدر اوريكم اياه الان، لكن خلوني اوريكم داخل الالعاب. استرو بلاي روم مثلا، اوكي طبعا هذه القائمه اللي تحت تقدر تضغط العب، تقدر تجي هنا عرض المنتج، الغاء متابعه، طبعا تقدر تسوي فولو للالعاب. الحين صار في الانشطه، الانشطه هذه من اهم الاشياء، وتحتها الاخبار الرسميه. ايش الحلو في الانشطه ذي؟ بتوريك مراحل اللعبة المختلفة، والمراحل هذه بتوريك أنت كم كملت منها. يعني هذه مثلاً المرحلة 0% أنا كملتها، بينما هذه 50%. أوكي؟ فلو حبيت أني أبدأ من منطقة معينة وأكمل شيء معين أنا أبغاه، أقدر أتوجه له مباشرة من هنا بدل ما أروح له داخل اللعبة. يعني مثلاً هنا البوابة العاصفة، أوكي؟ خلني 16% مخلصها، بضغط هنا بقول له استئناف، تخيلوا، أقدر أروح على طول وألعب اللعبة. شيء ثاني الأهداف هنا، اعثر على كل القطع الأثرية في المستوى. هذه المساعدات اللي تكلموا عنها سوني رهيبة مرة، يعني أنا لو متوهق في هذا الشيء ما قدرت ألقى القطع الأثرية كلها، يعلمني وين متخبية، موجودة على شكل فيديو هنا، أقدر أشغله كذا شوفوا وأتعلم كيف أسويها. طيب ولو بغيت أقدر أشيل ذا الفيديو وأكبره، حركة رهيبة، وأقدر أخليه يشتغل إلى جانب اللعبة وأنا ألعب. خلوني أدخل لكم في اللعبة، بقول له استئناف، بدخل اللعبة من هنا، أبروح دي المرحلة مباشرة. شوفوا معي طبعا الحين يبدا اللودينج للسيستي حق بلاي ستيشن 5 سريع جدا، خلنا نشوف ايش كثر ياخذ عشان يدخلني دخلت المرحله يا شباب. ما عم داري اكمل جملتي حتى، انا داخل المرحله الان. اوكي فمثلا انا هنا ابغى مساعده، ابغى زر البلاي ستيشن يفتح لي ذي القائمه، لو تلاحظون الكويك اكشن موجود تحت، وبنفس الوقت جاب لي الاكتيفيتيز هنا او النشاطات. فالنشاطات عندي هنا اقدر اني ايش اسوي، اقدر اشوف النشاطات حقتي، اقدر اسوي استئناف، اقدر ايضا ايش، اقدر اشوف ايش الحلول اللي انا ابغاها ما عرفتها، اجي هنا عند الاهداف حقتي واقول له شغل لي اياها. طبعا هنا الخاصيه ليش تشغل لك اياها جنب اللعبه، تشوفون عندي كيف صارت على اليمين كذا، ما اتوهق يعني اقدر اركز اشوف الفيديو وبنفس الوقت اشوف لعبتي، فاقدر اعرف الحلول. خل نقول اني انا قاعد العب اللعبه وتوهقت في المرحله وطفشت منها حتى، اوكي واقول ابغى اكمل في مكان ثاني، اضغط زر الهوم ورك المراحل اللي هنا انت موصلها، انا هنا في البوابه العاصفه اللي 16% قبل منها، لا بروح بكمل في المرحله، هل اطول اضغط هنا استئناف يا شباب، استئناف، لا اطلع من اللعبه ولا شيء. طبعا مو كل الالعاب تدعم هذا الشيء، لكن العاب كثيره بتدعم. شوفوا رحت للمرحله الثانيه خلاص، تعال هنا على طول يوديني المكان اللي ابغاه واكمل لعبي واحاول احل الاشياء اللي ما حليتها. فخصائص النظام رهيبه. انا يعني الحين خلاص خلينا نقول اني ابغى اطلع من اللعبه، طبعا اذا ضغطت ضغطه واحده على زر الهوم بيجيبني هنا على القائمه هذه وقائمه الاكشن بدون ما يطلعني من اللعبه، لو خليتني راس على زر الهوم بيوديني الهوم على طول، يوديني الصفحه الرئيسيه للبلاي ستيشن. فهذه كانت نظره على النظام باللغه العربيه. الان احنا نبغى نكمل بنوريكم اختبارات الاداء بين البلاي ستيشن 5 والبلاي ستيشن 4 برو، مين يشغل الاشياء اسرع، من يشغل الالعاب اسرع. طبعا هذه اختبارات مبدئيه، ولا تنسون كثير في تحديثات جايه للنظام للالعاب، فلا تاخذون يا شباب النتائج هذه بحذافيرها، ممكن تتغير تماما بعدين. في العاب بلاي ستيشن 4 حاليا قاعد يجيها تحديث يسرع اللودينج فيها، فلا تاخذون هذه الاشياء على انها نتيجه نهائيه، لا، الاشياء هذه ممكن تتغير، بس هي اختبار مبدئي وانطباع مبدئي. طبعا اول اختبار بنسويه واهم اختبار يمكن لاي جهاز جديد هو قديش ياخذ الجهاز عشان يشتغل من الصفر، من الاقفال الكامل كانه مفصول من الكهرباء تونا شابكينه بالكهرب ويشتغل من البدايه. طبعا المقارنه عندنا هنا البلاي ستيشن 4 برو على يساركم والبلاي ستيشن 5 على يمينكم، ونشوف كم الفرق لين ما يطلع لنا شاشه البدايه ونشوف اننا نقدر نختار اليوزر حقنا. اوكي البلاي ستيشن 5 خلص 23 ثانيه لين ما نشوف شاشة البداية، البلاي ستيشن 4 برو ما هو ذاك الفرق الكبير، 29 ثانية تقريبا، يعني فرق 6 ثواني. الاختبار الثاني اللي جينا نسويه اختبار يخص لعبة من الجيل الماضي اللي هي The Last of Us Remastered. طبعا ناس كثير يقولون حصلت على تحديث سرع اللودينج فيها على البلاي ستيشن 4، فخلونا نشوف ايش بيكون الفرق مع بلاي ستيشن 5.
يعني يشغل اللعبتين مع بعض نشوف مين فيهم بيشتغل أسرع حتى مع زيادة سرعة اللودينج في البلاي ستيشن 4. الحين وصلنا 18 ثانية 19 20 نلاحظ تفوق بلاي ستيشن 5 واضح بالسرعة، ما هو ذاك الفرق الكبير لكن موجود التفوق. خلينا نشوف كم يوصل بلاي ستيشن 5 ولا بلاي ستيشن 4. اوكي بلاي ستيشن 5 هذه شاشة البداية، تضغط تطلع بريستارت. اوكي 35 ثانية عشان لودينج حق ذا لاست اوف اس ريماسترد من الجيل الماضي، 41 ثانية على البلاي ستيشن 4 برو، تقريبا فرق 6 ثواني، نفس الفرق اللي بينهم في تشغيل الجهازين من الصفر. الاختبار اللي بعده برضو لعبة من الجيل الماضي لكن نزلت في نهايته عكس ذيك اللي نزلت في بدايته، هذه جوست اوف تسوشيما. هل جاها تحديث ما جاها تحديث؟ ما عندنا فكرة، احنا محدثينها لآخر نسخة طبعا في الجهازين، بس نشوف قديش يفرق اللودينج بين الجهازين لهذه اللعبة اللي تعتبر لعبة توافق مسبق. أيضا ناخذ اللودينج الكامل طبعا بين الجهازين. الحين ما شاء الله اوريدي وصلنا 25 ثانية، وصلنا 30. طبعا جوست اوف تسوشيما اللودينج حقها أطول من ذا لاست اوف اس كما هو واضح أمامنا يعني، بس نشوف مين أي الجهازين بيكون أسرع في هذه الناحية. طبعا زي ما تعرفون الـ SSD حق بلاي ستيشن 5 مو شرط كل الألعاب بتكون جاهزة أنها تستغله. أوكي 42 ثانية هنا و 45 ثانية، فرق 3 ثواني بس، ما هو ذاك الشيء اللي يسوى. الآن نبدأ اختبار ثاني، هالمرة نجيب لعبة جيل جديد، لعبة مصممة من الصفر للـ SSD حق بلاي ستيشن 5، لأن سبايدر مان مايلز مورالز لها نسخة للبلاي ستيشن 5 ولها نسخة مختلفة للبلاي ستيشن 4. بنشوف كم ياخذ بلاي ستيشن 5 عشان يوصل. اوكي وصلنا، ما امداني اكمل جملتي، حتى وصلنا لشاشة البداية، هنا مكتوب بريس اكس على طول نقدر نبدا اللعبة. 16 ثانية و20 جزء من الثانية. طبعا لو تلاحظون بين اللعبتين الاوبننج الفيديو اللي يشتغل حق العاب بلاي ستيشن 5 وشعار انسومنيك هذا مو موجود في البلاي ستيشن 5 نهائيا. فممكن طبعا هذه الاشياء احيانا تستخدم في اجهزة مثل البلاي ستيشن 4 عشان تغطي التحميل، عشان كذا انت ما تقدر تسوي لها سكيب او تتعداها. فلا زالت اللعبه تحمل للحين ما جهزت، حتى في المقاطع حق التحميل زي الصفحه دي اللي طلع عليها شعار التحميل. اوكي وصلنا لهذه الصفحه، متى بيطلع لنا الاكس عشان نقدر نبدا اللعبه؟ لا زالت اللعبه تحمل. اوكي دقيقه و43 ثانيه مقارنه ب16 ثانيه، يعني ربع المده على البلاي ستيشن 5. طيب خلينا نشوف كم ناخذ عشان نقدر ندخل اللعبه من هنا. طب اضغط نختار. اوكي ثلاث ثواني على البلاي ستيشن 5، ثلاث ثواني يعني حتى ما يمديني اسوي لكم مقدمه للموضوع، ثلاث ثواني في البلاي ستيشن 5 والبلاي ستيشن 4 لا زال يسوي تحميل. وصل 15 ثانيه 16 17 والله شكلنا مطولين، 20 ثانيه 21 22 يا ابن الحلال اشتغل ثلاث ثواني هناك. طيب 26 ثانيه اولموست 27 ثانيه، يعني فرق 24 ثانية، البلاي ستيشن 5 ثلاث ثواني، شيء رهيب صراحة. إذا انتهينا من عملية المقارنة، الآن خلونا نتكلم عن بعض الأشياء اللي تخص بلاي ستيشن 5 كنهاية لانطباعنا المبدئي القبل النهائي خلينا نقول، لأن لسه باقي واحد في حظر زيادة لسه، فنتكلم بشكل سريع عن الجهاز، عن نظام التشغيل، تكلمنا عن نظام التشغيل، استعرضنا، خلينا نقول شيء، نظام التشغيل سريع. نظام التشغيل تصميمه جميل، نظام التشغيل يستغل شاشة 4K بشكل جيد، نظام التشغيل فيه أفكار جدا ذكية، فكرة النشاطات صراحة هذه تغير الطريق اللي نلعب فيها بشكل كبير جدا، أنا ما توقعتها صراحة بهذه الفائدة، خصوصا بعد الفيديوهات التعليمية، أنت بوسط اللعبة بوسط بلاي ستيشن نقعد نشيل جوالنا نروح موقع ولا نشوف فيديو في اليوتيوب عشان نعرف كيف حل شيء معين، لا الحين المطورين يقدرون يحطون لنا الحل هنا مباشرة، نشوفه إذا توهقنا ونلعب. شيء مفيد أنا متأكد الكثير من اللاعبين صراحة. واجهة المستخدم لحد الآن بالأشياء اللي أنا قدرت استعرضها غير الأشياء اللي عليها حظر للآن رهيبة صراحة وعجبتني، لكن يبغى لها تعود، أنا لسه لحد الآن ما تعودت عليها، أحياناً أتلخبط، أنا لسه متعود أن زر الهوم أو زر بلاي ستيشن أضغط عليه ضغطة واحدة يوديني الهوم، لا الحين لازم ضغطة مطولة، فيبغى لها تعود، لكن الأشياء اللي ضافوا فيها رهيبة. نتكلم بشكل سريع عن اليد، تكلمنا عنها في فيديو مفصل روحوا شوفوه افضل لكم. اوكي وتكلمنا عن الاشياء اللي عجبتنا فيها واللي ما عجبتها، ما يحتاج اتكلم عن اليد اليوم، اتكلم عن الجهاز نفسه. الجهاز تصميميا جدا انيق وجدا رائع، ويعني منظر جمالي حلو، ويعني فعلا مميز، اي واحد يشوفه يعرف هذا بلاي ستيشن 5 ما يبغى له، ما في شيء زيه ابدا، لكن عمليا يمكن ما يكون بالشكل اللي انا توقعته. يعني صراحه الجهاز جدا مرتفع، وبنفس الوقت حتى لو حطيته في العرض
بيسبب لك مشاكل في المكان اللي انت جالس فيه، قد يسبب لك، مو اكيد يسبب لك، على حسب طاولتك، على حسب مكانك اللي انت تجلس فيه. صراحه ضخم الجهاز، اوكي، تمنيته يكون يعني ملموم اكثر عشان الواحد يقدر يحطه في يعني في في, في الاماكن اللي يخزن فيها الاجهزه بشكل اسهل. لكن مبدئيا نقول اوكي التصميم جميل، عمليا مو بالشكل المثالي، لكن ننتظر اكيد ونعرف اكثر عن الجهاز مستقبلا. احنا ما بغينا يعني نطول عنكم في ذا الفيديو، لكن طولنا غصبا عننا لانه في اشياء كثير ودنا نتكلم عنها، ولا زالت الفيديوهات جايه للبلاي ستيشن 5 ما خلصنا يا جماعه، في اشياء عليها حظر لحد الان حتى بخصوص الالعاب، في العاب كثيره ودنا نجربها لكم، ودنا نوريكم فروقات في الاداء واشياء زي كذا. فانتظرونا في فيديوهات مستقبليه يا شباب، مهم جدا اللي مو مشترك بالقناه يشترك معنا الان عشان ما تفوتكم ولا واحده من الاشياء الرهيبه هذه. شكرا لكم على المتابعه، مع السلامه.